قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. بعضهم أنكر كلمة تعالى، قال: لم ترد كلمة تعالى في جملة حسابهم على الله تعالى، وهذا ليس بصحيح، فهي موجودة في سنن أبي داود، وأيضا موجودة في نسخة لصحيح أبي داود الأم للألباني، فهي موجودة ولله الحمد.